This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. Yahoo! عدد الذين سقطوا بعد رفع حالة الطوارئ يوازي عدد الذين سقطوا عبر 50 سنة. يعني في شهرين عندما تم رفع حالة الطوارئ العدد اللي قتل أكثر من 50 عام كان مطبق في حالة الطوارئ. طيب إشارة الدكتور أحمد الحاج علي وهي الإشارة للنظام دائما أنه هناك جماعات مسلحة وأشار لابن عمه يعني وأشار إلى نفسه يعني هو تحدث عن محاولة اغتيال يعني واليوم تحدثوا معي من خربة غزالي عندما كان السيد أحمد حاج علي يقدم العزاء بأحد الناس وقاموا الناس بطرده والاعتداء عليه وضربوه بالجزمة يعني أنا آسف أنا أتكلم ذلك هذا ما حدث هو يسميه عملية اغتيال يعني هو يسمي عملية اغتيال الناس ترفضه وهو يخرج علينا ليقول هذه عملية اغتيال هذا الكلام هو من نفس الروايات الخيالية التي يرددها النظام أنا سأتحدث هل الممثلين هم عصابات مسلحة هل اعتقال مرح يعني ميز كاف هو المسيحية يعني بين مزدوجتين يعني هي عمليات هي عميلة لعصابات مسلحة أو هي إرهابية هل الفرج اليسار يعني الفرج الدرزي أيضا بين مزدوجتين وهي الفنانة هل هي أيضا من العصابات المسلحة هل هؤلاء الذين وقعوا بيان من أجل الحليب إعطاء الحليب إلى درعا هل هؤلاء من العصابات المسلحة الطفلة التي قتلت اليوم في درعا في العراق هل هي من العصابات المسلحة الطفل الذي ذبح بالسكاكين في حماه اليوم يعني في السكاكين تم ذبحه وهو مصور من فرق الموت التابع للسيد أحمد حاج علي هل هذا طفل من العصابات المسلحة اليوم في شخص كان يغرب من أحد الأسطح من القناصة التي تطارده فسقط إلى أحد المناور تم استهدافه بالحجارة حتى قتل يعني اليوم يقول لا محاكم لهم الشخص في النرويج الذي قتل بدم بارد 90 شخص بعد كم ساعة حتى الآن لم يضرب كف واحد يعني كف واحد لم يضرب وهو سيقدم إلى القضاء ويخرج علينا هذا الشبيح يقول بأن لا محاكم لهم. هو يعتقد بأن هذا البلد لهم هو يعتقد بأن هذه بلد اللي خلفوا طبعا لأن هذه سوريا الأسد وسوريا بشار والأسد وبس هذه العقلية اللي بتحكمون هذه العقلية اللي حكموا فيها 50 سنة البلد هذا الكلام عليهم أن يفهموا أنه لم يعد صالحا في هذا الوقت الناس بدأت تلمس الحرية 5 أشهر رغم كل هذا القتل الناس لم تعد إلى الوراء لأنها ذاقت طعم الحرية هذه الضريبة التي يدفع الشعب السوري ستكون ضريبة كبيرة جدا تمنعه عن التنازل عن حقه وعن عيشته في الحياة حماة الذي يقول أنها تعيش فيها العصابات المسلحة بقيت شهر كامل وهي فيها هدوء هذا الشهر كامل نتيجة فقط شخص واحد أسياد هذا النظام من الأمريكان عندما ذهب السفير الأمريكي وهو سيد هذا النظام ذهب 7 كيلومتر ابتعدت الدبابات ولكن هم يستأسدون على العزل المدنيين هم فقط يعني كل رجولتهم بتفجي أما اللي حكاه أنا رح أتعاقد له مع ملحن ينحلوا يا لأني فعلا أصبحت سيمفونية مشروخة جدا يعني مش معقول نرسل نحن نردد نفس الكلام المتظاهرين لا مصاري ولا أسلحة وما في صحافة وما في كاميرات وتقتل وتقصف وتقدم يوميا آلاف الفيديوهات والصور وهذه السلطة بيدها كل شيء عجزت أن تقدم صورة واحدة لطفل بيدي حجر فكيف نتحدث عن عصابات مسلحة العناصر الجيش الذي يتحدث عنهم البارحة 57 عنصر لجأوا إلى الأهالي في دير الزور قالوا نحن لا نستطيع أن نقتل أنا تحدثت مع أكثر من 10 أشخاص بالهاتف البارحة واليوم استهداف دير الزور فقط لأنهم قالوا لن نسلم هؤلاء الجنود لأننا يمكن أن نموت ونسلم هؤلاء الجنود في كناكر عندما سلموا الأهالي بعض الجنود المنشقين ما الذي حصل؟ تم قصف المدينة واستباحته واعتقال كل من هو تحت 50 إسرائيل لا تسمح في المسجد الأقصى للصلاة لمن هو دون 40 سوريا رفعت العمر الآن لا تسمح بالصلاة لمن هو دون 50 يعني شيء غريب الآن ما يحصل في سوريا شيء مرعب لا يمكن هذا الكلام هذا أنا أقول للأستاذ أحمد يعني أنت ابن الشيخ يونس والناس تعرفك أنا واثق بعد سقوط هذا النظام ستخرج علي وتقول معي بأن النظام كان يضغط عليك بأنك كما قال جماعة روز اليوسف والأهرام وماسبيرو نحن نعرف هذا الكلام عد إلى الشعب الآن يعني سنذهب إلى فاصل قصير يبدو ثم سأعود مباشرة بعدها للدكتور أحمد الحاج علي هناك الكثير من المواضيع التي يجب أن تطرح هذا اليوم فاصل قصير نواصل بعد See perhaps also After the first and the second contact, see impossible these videos. Only 22 days passed. And then...